السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الحصة إن شاء الله غنتكلموا على مرافق عدد عقادي. إذا نعتبروا واحد العدد العقادي زاد اللي كتكتب على شكل أ زائد إي بي بحيث أو بعدد الحقيقيين. إذا مرافق زاد هو العدد اللي كنسميوه زد بار واللي كيتكتب على الشكل هذا زاد كتساوي لنا أ ناقص إي بي. إذا عوضنا اي بناقص اي. إذا هنا عندنا مجموعة من الخاصيات. إذا المرافق ديال المجموعة عددا عقاديا هو المرافق ديال العدد العقادي الأول زائد المرافق ديال الثاني. المرافق ديال الجداء عددا عقاديين هو المرافق ديال العدد الأول مضروب في المرافق ديال الثاني. المرافق ديال زد ان هو المرافق ديال زد لكل أس ان. واحد على زد بريم بار هي واحد على زد بريم بار. إذا كنقولو بار ولا مرافق. المرافق كذلك ديال زد على زد بريم هو المرافق ديال زد بريم على المرافق ديال المرافق زد على المرافق ديال زد بريم. إذا إلا كان عندنا زد كتساوي لنا زد بار كتساوي لنا أ ناقص إي بي وزد كتساوي لنا أ زائد إي بي. فإلا كانت عندنا زد كتساوي لنا زد بار شنو كيعني هنا؟ زد كتساوي لنا زد بار. إذا هاد العلاقة غادي تتحقق إلا كان عندنا بي كتساوي لنا زيرو. يعني في هاد الحالة كيكون عندنا زد عدد حقيقي. وكذلك كيكون عندنا زد كتساوي لنا ناقص زد بار إلا كان عندنا أ كتساوي لنا زيرو يعني كيكون زد عدد تخيلي صرف. إذا إلا جمعنا زد مع زد بار يكون عندنا أ زائد إي بي زائد أ ناقص إي بي. إذا ناقص إي بي مشات مع زائد إي بي بقى لنا أ زائد أ اللي هي جوج أ وأ راه هي الغيال ديال زد. ولا درنا زد ناقص زد بار راه غتساوي لنا أ زائد إي بي ناقص أ زائد إي بي. إذا مشات أ مع ناقص أ بقات لينا جوج إي بي يعني جوج في ليماجينيغ جوج إي إيماجينيغ ديال زد. إذا غنحاولو نشوفو مجموعة من الأمثلة التطبيقية. السؤال يقول أحسب مرافق كل عدد من الأعداد الآتية. إذا عندنا زد واحد كتساوي لنا جوج ناقص ثلاثة إي. إذا المرافق ديال زد واحد كيساوي لنا المرافق ديال جوج ناقص ثلاثة إي. إي كيساوي لنا جوج هنا عندنا ناقص ثلاثة إي كترجع زائد ثلاثة إي. إذا كنعوضو إي بناقص إي. الحالة الثانية المرافق ديال زد جوج كيساوي لنا المرافق ديال جوج إي. إذن هي ناقص جوج إي. الحالة الثالثة عندنا زد ثلاثة كتساوي لنا جدر جوج. إذن المرافق ديال زد ثلاثة كيساوي لنا المرافق ديال جدر جوج. هنا ما عنديش إي. إذن المرافق ديال عدد حقيقي هو عدد الحقيقي نفسه. الحالة الرابعة المرافق ديال زد ربعة هو المرافق ديال الخارج ديال 3 اي زائد 1 على 3 ناقص اي. اذا حسب القاعده فغيعطينا هو المرافق ديال 3 اي زائد 1 على المرافق ديال 3 ناقص اي. اذا المرافق ديال 3 اي زائد 1 اذا هو ناقص 3 اي زائد 1. إذا كنعوضو بإي بناقص إي على ثلاثة عندنا ناقص إي خترجع زائد إي. إذا هذا هو المرافق ديال زد أربعة. المرافق ديال زد خمسة هو واحد على جوج زائد ثلاثة إي. إذا المرافق ديال هاد العدد كامل إذا هو واحد على المرافق ديال جوج زائد ثلاثة إي. إذن المرافق ديال جوج زائد ثلاثة إي إذن واحد على جوج كنعوضو إي بناقص إي يعني واحد جوج ناقص ثلاثة إي.
آخر حالة عندنا المرافق ديال زيد سيس هو المرافق ديال جوج ناقص جذر جوج اي الكل أس خمسة. إذن حسب القاعدة فهو كتعطينا المرافق ديال جوج ناقص جذر جوج اي الكل أس خمسة. إذن المرافق ديال جوج ناقص جذر جوج اي جوج زائد كنعوضو اي بناقص اي كيرجع جذر جوج اي الكل أس خمسة.